جاء طلب قبل لا اقول المرثيه اقول قصتها. طبعا اول مره اصرح يعني في الاعلام على قصه المرثيه هذه. مرثيه مين؟ مرثيه بقلم الوالد. وهو الوالد بعد شخصيا طلبها مني. استاهل وجه تحيه. وجه تحيه ابو محمد. الله يسلمك على قلبي ابو محمد حبيبي. فقصه المرثيه قبل تقريبا سنتين حصل حادث تقدرون تقول مساوي كذا شويه. اخوي نواف عمره 4 سنوات حصل له حادث دهس، فبعد ما الله خلى امانته ولله الحمد كتب الوالد قصيده. طبعا خذيت الكلمات انا بدون علم اي احد وسجلتها، وكانت اول عمل اسجل انا. ف نسمعكم اياها. لحناها وسجلناها. يقول يا حمد ما تشوف عيني وش بلاها، من عقب نواف تبكي الدمع دام، ويا حمد عيني بكت لين جف ماها، من حزن فرقاها حتى الحال سال. يا حمد تكفى وقلي وش دواها، لا فقدت غالي وخواها السقام، من يلوم العين لا وجاها عماها، غاب غاليها وشوفا انعدم. أتذكر كلمة في ذني صداها، وأتذكر ضحكتها يوم ابتسام، وأتخيل ركضتها لا من سعاها، وجاي أحضني وبيدينه يضم. 4 سنين على الدنيا قضاها، هذا اللي له من العمر انقسام، أحمد الله ما كتب لي في سماها، ومن كتب ملزوم لك لازم يتم. أكتب همومي بشعري ويا عساها، تخفف اللي في فؤادي من آلام، أستغفر اللي خالق النفس وبراها، كان قولي فيه شيء من الإثم، راضي نفسي بما ربي عطاها، وما للمخلوق إلا من قسام. يا حمد ما تشوف عيني وش بلاها، غاب غاليها وشوف انعدام.